ده سيركت شون R1 12 اوم R2 18 R3 10 و R4 15 اوم. If the current in R3 مدهوني 0.9 find the electromotive force epsilon of the battery. طبعا احنا ممكن ندرس الدايرة اللوب ده، فمحتاج اعرف التيار هنا كام وهنا كام وهنا كام. هنا عارف، ومحتاج اعرف الاتنين دول. والله لو عارف التيار اللي هنا مجموع الاتنين دول هو اللي كان ماشي في R1 وفي R2 قبل ما يتقسم، فأقدر أعرف أقول إن الفولت هنا يساوي الفولت هنا، الفولت هنا اللي هو R3 في I3، ودول عندي يساوي I4 في R4، R4 عندي أقدر أجيب الـI4، وبالتالي هنا 0.6 وهنا 0.9، يبقى مجموع الاتنين دول 1.5 ماشي في الـR1 قبل ما يتقسم ويتجمع هنا تاني. أقدر أدرس الليفت لوب أو السيجما الفولت على الليفت لوب بيساوي صفر ماينس إبسلون زائد R1 في 1.5 R3 في 0.9 اللي هو مدهاني R2 في 1.5. عندي كل الريزيستورز أو ريزيستانسز R1 عندي R2 R3 وعندي كل التيارات، أقدر أحسب الإبسلون اللي هي 54 فولت.